السلام عليكم يا أحلى متتبعين، وأهلا ومرحبا بكم في مطبخ وصفاتي. نتمنى إن شاء الله تكونوا بألف صحة وعافية. وصفتنا اليوم إن شاء الله تكون عبارة عن كلاص منزلي سهل واقتصادي. خليكم مع الوصفة وكيفية التحضير. قبل ما ندوزوا الوصفة كما العادة، ما ننساش الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. دابا خليكم مع الوصفة وكيفية التحضير. بسم الله. بالنسبة للمقادير غنحتاج نص لتر ديال الحليب، يعني 500 ملل، كذلك غنحتاج لهاد الكرتونة ديال الحليب اللي كتكون مستطيلة يعني على هاد الشكل، لأن في هاد الكرتونة غنديرو الكلاص ديالنا. لهذا اخترت أنا هاد الشكل هذا. أما نتوما يمكن لكم يعني ديروا النوعية اللي حبيتو، فقط خطروا الكرتونة اللي كتكون هكايا يعني مستطيلة على هاد الشكل، باش هكايا يكونوا القطع ديال الكلاص يعني مقادين ومساويين. وكذلك غنحتاج 3 ديال الملاعق ديال السكر، يعني سكر حبيبات ولا سكر سنيده. بالنسبه للحلاوه فهي كتبقى على حسب الذوق، ولكن هذا القياس يعني كيجي هو هذاك. وكذلك غنحتاج معلقه كبيره ديال النشا ولا المايزينا ولا دقيق الذره، فهي عندها بزاف ديال الاسماء. وبالنسبه للملعقه كما كتلاحظوا معايا اللي كندير بها العبار، فهي معلقه كبيره يعني ملعقه ديال الطعام. وكذلك غنحتاج علبه ديال الفلو بنكهه الكراميل. بالنسبه لهذا الفلو فهو كيتخلط مع نسيطرو ديال الحليب. نحرك العناصر مزيان، ومن بعد غندوزو نجهزو القالب اللي غنديرو فيه هاد الكلاص. يعني بالنسبة لهاد الكرتونة الحية غنحلوها بالمقص ولا السكين، يعني بالنسبة للكرتونة ديال الحليب من بعد ما كنحيدو لها هاد الجزء كنشلوها باش هكا مكتبقاش كتقطع علينا بالحليب وحنا كنصايبو فيها، يعني فقط للتنبيه. كذلك غنحتاج الأعواد ديال الخشب اللي كيكونوا يعني مع الكلاص، فهما كيتباعو عند موالي الكلاص. يمكنكم ديرو يعني النوعية اللي حبيتو، أنا عندي هاد النوع. بسم الله. دابا غنجيب هاد الكرتونة وغنحاول هكايا نتقبها بالسكين، يعني من الأفضل يكون السكين ماضي. نخليه تقريبا 2 سنتيم ونقطعوه هاشكل، يعني كنخدمو غير بعيننا ميزاننا. من بعد ما تقبت الكرتونه كما كتلاحظوا معايا، فانا درت 7 ديال الثقوب. بالنسبه لهاد العويدات ديال الخشب يعني فهما ماشي مقادين، فنحاول نقص منهم غير شي شويه بهذا الشكل باش هكا غيتساواو هاشكل. اذا كان عندكم داك النوع اللي نيشان من الافضل ديروه، فهو افضل. انا كتوفروا يعني عندي هادو، لهذا درتو يعني غير السكين كنقصو من المكايا ومن بعد ندخلوهم غير بشويه، خصهم يجيو هكايا مزاحمين باش ما يجيوش مخوفين بزاف. وهنا كما كتلاحظوا بالنسبه للقالب يعني كنجهزوه مسبقا، بعد كنكملوا هكايا تحضير الوصفه، يعني كيكون على هذا الشكل من الداخل بهذا الشكل. وبالنسبه يعني للثقوب من الافضل ديرهم يعني صغارين باش هكا ملي تدخلوا العود يجي هكايا مزير شي شويه باش ما يهبطلكمش العواد يعني في الكرتونه ديال الحليب، يعني بهذا الشكل. يعني كنحاولوا هكا نهزوا الطرف ومن بعد كنحرفوا، يعني كما لاحظتوا معايا في الصوره. من بعد ما جهزت القالب يعني الكرتونه ديال الحليب اللي غنديروا فيها الكلاص، يعني كنجهزوها مسبقا وعاد كندوزوا الخليط. بالنسبه للخليط يعني كنحركه بشكل جيد، لان النشا دغيا كيطرى كما كيف البصل ديال الوعاء ولا الكسرونه وكيلصق كيف البصل. لهذا خصنا نحركه مزيان وعاد كنوضعوه على النار. دابا غنوضع الخليط على النار مع الاستمرار في التحريك، يعني ما نوقفش يدي عن التحريك نهائيا. المهم غتشوفوا معايا ان شاء الله جميع المراحل. بسم الله. دائما كنحركوا الخليط يعني مزيان عاد كنوضعوه على النار، لان غير داك المسافه اللي غنجيبوه من سطح ديال العمل يعني الفرن دغيا كيهبط النشا للصل ديال الكسرونه. لهذا خصنا نحركوه قبل ما نوضعوه على النار ونستمروا في التحريك، يعني باش نجح معكم الوصفه ضروري خصنا نستمروا في التحريك حتى يتماسك معنا الخليط. والشعلة دائما خصها تكون منخفضه باش هكا الخليط يعني كيطيب على خاطرو. ومنين نكونو كنحركو يعني كنحركو في الكسرونه كامله، كنحركو في الوسط وكذلك في الجوانب باش هكا ما يلصقش معنا النشا يعني في الصل ديال الكسرونه. من الضروري خصنا نردو البال لهاد النقاط ونستمر في التحريك بنفس الطريقه حتى يتماسك معايا الخليط. وهنا كما كتلاحظوا انا ما وقفتش التحريك يعني نهائيا، الخليط بدا كيتماسك شي شويه. بالنسبه لهذا الخليط يعني ما غيتماسكش بزاف، يعني يبقى خفيف شي شويه، لاننا ما درنالوش بزاف ديال النشا، بغينا هكايا الكلاص يجينا خفيف. الا كثرنا له في الكميه ديال النشا يعني غيجي قاصح الماكله، لهذا اكتفينا بملعقه فقط. وهنا كما كتلاحظوا الخليط صبح جاهز، يعني كنوقفوا اليد ديالنا وكيبانوا هكايا فقاعات، وفي نفس الوقت يعني الخليط ما تماسكش بزاف، يعني باقي القوام ديالو شويه خفيف.
فقط كنوقفوا الكريات ديالنا وكيبانوا الفقاعات هكا، كيكون الخليط يعني صبح جاهز دابا غنطفي عليه. وهنايا كما كتلاحظوا معايا من بعد ما نزلت الخليط على النار يعني صبح جاهز، يعني كنستمر حتى شويه في التحريك، يعني ما كنضيفلوش العناصر المتبقيه حتى كنبقى في الحراره ديالو شي شويه باش هكا الخليط يعني ما يتماسكش اكثر ويفلى. هنايا كما كتلاحظوا معايا الخليط محافظ الحراره ديالو يعني ما بقاش سخون كما كان. دابا غنضيف جوج ديال العلب ديال دانيل ولا الياغورت بينات هاد الكراميل. بالنسبه لهاد العلب كل وحده كتزين 80 غرام. بالنسبه لهاد دانيل الكراميل فهو كيعطي واحد المذاق رائع للكلاص، يعني لهذا من الافضل ديروا هاد العنصر، يعني كيتواسم مع الفلو كراميل وكذلك دانيل بينات هاد الكراميل، كيجي المذاق ديالو رائع. وكنحركوا العناصر، وهذا هو القالب ديالنا اللي جهزته من قبل كيكون لهذا الشكل. بالنسبه للعويدات يعني ما كندخلوهمش بزاف في هذه المرحله لاننا غندخلوهم يعني فيما بعد. دابا غنضيفوا الخليط وغتشوفوا معايا ان شاء الله. بسم الله، كما كتلاحظوا معايا من بعد ما وضعت الكلاص في الكرتونه ديال الحليب دابا غنخلي حتى منخفض الحراره ديالو يعني ما يبقاش هكا سخون، يتماسك شي شويه، ومن بعد غنزيد ندخل هاد العويدات شي شويه ما نخليهمش هكايا برا، المهم نخلي حتى يتماسك. وغتشوفوا معايا ان شاء الله جميع المراحل. كما كتلاحظوا معايا هذا هو الخليط من بعد ما تماسك شي شويه، يعني كنخليوه حتى نخفض الحراره ديالو. دابا غنزيد ندخل هاد العويدات يعني بهذا الشكل باش هكايا يجيو متبتين في الكلاص، وكذلك من الضروري نغطيو الكلاص يعني هكايا ببلاستيك غذائي ولا بالسلوفان لاننا غندخلو المجمد، ما بغيناش هكايا يشوفو من الروايح اللي كيكونوا هكايا في الثلاجه. نسدو بهذا الشكل. دابا غندخلو الفريكو ولا المجمد، بالنسبه للمده انا غنخليه ليله كامله باش هكا غيتماسك معنا بشكل جيد، وملي نجيو نحرفوه يعني يتحرك معنا بكل سهوله. قبل ما نديرو في المجمد من الافضل نديرو هكا شي قرعه ولا شي حاجه يعني هكا من الجوانب باش هكا يتقدد معنا وما يبقاش هكا خرج له الكرش، غير بالاشياء اللي كيكونوا عندنا في المجمد ولا بشي قراعي ديال الماء يعني اي حاجه نديرو بحال هذا الشكل ونخليوه حتى يتماسك. المهم دابا غنوضعو في الثلاجه ونخلي حتى يتماسك ليله كامله ونرجع معكم ان شاء الله مره ثانيه. وهذا هو الكلاص من بعد ما خرجته من المجمد. كما ذكرت لكم من قبل بالنسبه للكلاص يعني من الضروري نخليوه هكا ليله كامله باش يتماسك معنا بشكل جيد، ومنين نجيو نحرفوه يعني نحرفوه بكل سهوله. فقط عندي واحد النقطه مهمه يعني بالنسبه للتحريف، السكين خصو يكون ماضي يعني السكين حاد باش هكا ما يعذبناش في التقطيع. بالنسبه للكلاص فهو دغيا كيتقطع، ولكن الكرتونه ديال الحليب يعني شويه هكا ما كتبغيش تقطع، لهذا السكين خصو يكون ماضي. وبالنسبه للتقطيع يعني كل قطعه كنجي هكايا الغص داك الفراغ اللي خليناه وكنحرف بهذا الشكل، يعني طريقه سهله. وكذلك بالنسبه للقطع كاين ما بغيتوهمش يجوكم غلاط، يعني بغيتو هكايا القطع يجيكم رقاق باش تحصلوا على الكميه كثيره، يمكنكم ديروا يعني حتى 9 ديال العواد، يعني كيبقى لكم الاختيار في هذه النقطه الا بغيتو هكايا كميه كثيره. وبنفس الطريقه غنستمر في التحريف حتى نكمل الكميه اللي عندي. وكنرجع نكرر يعني بالنسبه للتقطيع خصو يكون اليد ديالنا شويه يعني سريع باش هكا ما يذوبش معنا الكلاص. وفي حاله هكا الى داب معكم وانتم يعني مازالين كتقطعوا يعني ردوه المجمد، يعني ما تردوش ردوه المجمد باش منين نجيو هكا نديروا له الشوكولا يعني ما يهبطناش هكا في الشوكولاط ويذوب، يعني ضروري خصنا نكونوا هكا راضين البال. وهكا كنقطع القطع حتى لاخر قطعه يعني كيتقطع بكل سهوله. وهما القطع هنايا احبائي كما كتلاحظوا معايا يعني مع التصوير والزربه طفات معايا الكاميرا ملي كنت كنحيد هكا داك الكاغيط اللي كيكون في الجناب، يعني ساهل دغيا كنحيدوه، فقط كنجيو داك البلاصه اللي حدا العود وكنحرفو كيتحيد بكل سهوله. كما ذكرت لكم مع التصوير والزربه يعني كيبقى هكايا الضغط، لهذا ما رديتش البال. دابا مباشره غندوزو للمرحله المواليه. هنايا كما كتلاحظوا معايا عندي شوكولا اللي ذوبتها من قبل يعني في حمام مائي، وكنخليوها حتى نخفض الحراره ديالها يعني ما كنخليوهاش سخونه بزاف. وكذلك غنحتاج الفول السوداني ولا كاوكاو تقريبا 2 معالق كبار. بالنسبه للكاوكاو دائما كما كنذكر لكم يعني كنحضروه غير في البيت، كنحمروا ولا كنحمصوا ومن بعد كنقطعوا، يعني ساهل وكيمكننا يعني نحضروا به بزاف ديال الاشياء. بالنسبه للكميه ديال الشوكولا فانا غنحتاج 200 غرام، ولكن كيبقى اختلاف هكا الا جيتو تضيفوا الشوكولا وضيفتو هكا الشوكولا معاوده يعني في نفس البلاصه ما غتقدكمش الكميه، لهذا كتبقى يعني الخدمه على حساب الكميه اللي عندنا. وكذلك بالطريقه اللي غنوضعوا بها الشوكولا هنايا كما كتلاحظوا معايا يعني بالملعقه كنوضع الشوكولاط على القطع ديال الكلاص، يعني طريقه سهله. ومن بعد كنوضع مكي على الورق، وهذه هي الحبه كما كتلاحظوا معايا كتجي على هذا الشكل.
اهم حاجه بالنسبه لهاد الوصفه فهو خصو يكون اليد ديالنا خفيف، يعني دغيا كما كتلاحظوا معايا انا هنايا الكلاص يعني ما داب ما حتى حاجه مازال متماسك، لان يعني زربت يدي شي شويه في هاد المرحله. وهكا غنستمر حتى نكمل القطع كاملين، ومن بعد غندخل من المجمد من ساعتين حتى 3 ديال السوايع، وهكا ممكن نقدمهم لوليداتكم وكذلك للاسره ديالكم يعني العائله بالصحه والراحه. وهذا هو الكلاص كما كتلاحظوا معايا بعد ما مرت 3 ديال السوايع كيصبح متماسك. الا بغيتوا كتحتفظوا بهذا الكلاص ممكن تحتفظوا به يعني في المجمد من اسبوع حتى 15 يوم يعني فقط، ما تزيدوش بزاف لاننا ما درناش فيه المواد الحافظه. وكذلك يعني بالنسبه للعناصر اللي درناها درنا الفلو والحليب والنشا، مهم الافضل تستهلكوا هذا الكلاص يعني في اقل من 15 يوم يعني 15 ايام ولا اسبوع. وهذه احبائي كانت وصفتنا اليوم، ان شاء الله تنال اعجابكم الوصفه وكذلك الفكره. هكا نكون وصلت لنهايه ديال الفيديو، نتلاقى ان شاء الله في وصفه ثانيه فيديو اخر. مع السلامه.